ورجعنا لكم مع واحد فيديو جديد. هذه المرة هذا من مانيلا، من بعد 20 بورا كحانقة الجنة في الأرض خيب أحسن موقع في الفلبين. هنا مش نعطيه هنا واحد فكرة شاملة على الصعوبات اللي كاينة في الفلبين. إذا هضرنا على الفلبين فرا الجزر ديالها شي حاجة هاربة بزاف، يعني أنا مشيت بزاف ديال الدول وشفت لهم الجزر ديالهم، مي الجزر ديال الفلبين هاربين صراحة. مي المشكل اللي كاين هنا في الفلبين يعني كاين الصعوبة في التنقل، يعني ملي تجي في الترانسبورتيشن واحد التحدي كبير لوجهك باش تمشي انت من موطع لموطع، من درجه انه اللي دير لك نهار كامل زائد كيكونسومي لك الجهد منك زائد كيكونسومي لك الفلوس، يعني حتى المصاريف اللي كتلقلم هنا في الترانسبورتيشن راه بزاف. اضف الى ذلك اللي تسمى حتى هنايا عندهم هنا بزاف ديال الحاجات معقده بزاف، يعني شي اجراءات اون بليس عندهم هنا السيكوريتي. زعما صراحه انا الحاجه اللي واجهتني هنا بزاف اي موطع هي القضيه ديال السيكوريتي، عندنا هنا معيقه بزاف. كاين مشكلة اخر اللي يقدر يواجهو من هذا هنا اللي يفكر انه يجي هنا من الفلبين كعرب ومسلمين، يعني غنجبرو صعوبة هنا في الماكلة صراحة. وانا هاد الصعوبة مش بارطاجي في الدول اللي هي 100% بوذية وما جبرتش ليها الصعوبة في الماكلة، ولكن هنا في الفلبين زعما صراحة شهر دوزتو كنعاني في الماكلة. ماكلة ما كايناش، يعني ماشي ما كايناش، اول حاجه لا كويزين في الفلبين ما كايناش، يعني ديك الثقافه ديال الماكله غتخرج بلاصه ستريت فود ما كايناش. هنا الا بغيتي تاكل مزيان خاصك تمشي للريستورون اللي هما مكلاسيين وعاد جبر الماكله مزيانه. انا في المجيه ديالي الاوليه كنت جيت ما كنتش عارف القضيه، انا كنت جيت بحال توريست كنت نمشي للريستورون كلاسيك كنت ناكل عادي كان كيجيني ديك الشيء عادي، ولكن بخلاف هذه المرة جيت هنا كباك باكر يعني خاصني ناكل الماكلة العامة اللي ياكلوها الناس هنايا، فراه ما كايناش الماكلة، يعني اضطريت ناكل غير بيتزا يا شاورما نفتش عليها باش تجبرها، مصيبة باش تجبرها، يعني إلا جبرتها الحمد لله. تصور أنا في بوراكاي نقدر نقول لك أنا كذا الماكلة الرئيسية ديالي تشيكين برجر، بالفطور بزاف العشاء يعني ضربت أيام وأنا ناكل غادي ديك الماكلة، علاش؟ لا كاينش الماكلة، هي شي ديك الثقافة. صباح الخير، اليوم ان شاء الله باش نبداو الفيديو ديالنا مانيلا، رجعنا المرة الثانية بوركي غدا عندي طيارة باش نشوفو مع بعض. هذا الصباح هذا قررت باش نجي لتشاينا تون مانيلا، هي ماشي دابا شي تشاينا تون مميزة في شي حاجة، الميزة اللي عندها هي أنها أقدم تشاينا تون في العالم. اللي تسمى حتى من ناحية هذه الماكلة فرق كبير ما بين تشاينا تاون هنا وتشاينا تاون في مواطع آخرين، اللي تسمى هنا أصلا ما كاينش الماكلة بمقارنة مع تشاينا تاون اللي كاينة في مواطع آخرين. الماكلة موجودة، المطاعم ديال التشينوس ستريت فود أي حاجة هنا كاين ديك الشيء هنا بحال السوق، يعني الحوانات والسوق والماكلة غادية لهم، والتشينوس اللي شفتهم هنا محسوبين. والأغلبية اللي نعرف هنا المطاعم ستريت فود كلشي هنا ما جبر حتى شي حاجة، غير الفروتة كتباع هنايا ديك الشيء ديالهم الفلبين وهادشي اللي كاين. والدنيا هنا تسمى هاد الجهة هادي عامرة شي حاجة فيها الناس شي حاجة، والهاصل عن باصل، ولكن الفقر المدقع هنا بنادم غنقردع في الأرض. واش نضا رمالة واش نضا ضربنا هنا واحد في الساعات وضنا تيكيتا حشتا بزاف. الماكلة ما كايناش عموما في الفلبين الماكلة خمسة واش اللي تسمى دابا باش نستناو في شي كراد عيطولو ولينا ماشي بحال